السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي المشاهدين المتابعين، وأسعد الله مساءكم بكل خير. هام وعاجل: صنعاء تكشف موعد الرد على الاحتلال الإسرائيلي وحجمه. وإلى التفاصيل. أكدت صنعاء اليوم السبت استمرار ترتيبها للرد المناسب على العدوان الإسرائيلي، وذلك في تغريدات لمسؤولي الصف الأول. وأكد محمد علي الحوثي عضو المجلس السياسي الأعلى بأن الرد قريبا، مشيرا إلى أن كل ما تحدث به قائد حركة أنصار الله عبد الملك الحوثي سيحدث. وكان الحوثي يتحدث في تغريدة على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي ذيلت بوسم الرد آت. وتأتي تغريدة الحوثي مع تلميح القوات المسلحة اليمنية لترتيبها لرد يحقق نصرا حاسما. ونشر العميد يحيى سريع متحدث القوات المسلحة اليمنية مقطع فيديو لهتاف الملايين خلال تظاهرات الجمعة في ميدان 70، وهم يرددون: الرد اليمني قادم، سيحقق نصرا حاسم. وعلق سريع على هذا الهتاف بتأكيد أنه استباق للقوات المسلحة اليمنية في الكشف عن مواصفات الرد. وكانت صنعاء ومعظم المحافظات اليمنية قد شهدت الجمعة تظاهرات جديدة تحت شعار انتصارا لغزة، ماضون بالمرحلة الخامسة من التصعيد. والمرحلة الخامسة أعلنها قائد أنصار الله الأسبوع الماضي مع تحديد عاصمة الاحتلال الإسرائيلي تل أبيب كمسرح لها. وإعلان المرحلة الخامسة جاء ردا على العدوان الإسرائيلي على ميناء الحديدة وسط توقعات بمفاجآت يمنية غير مسبوقة، خصوصا وأن المرحلة الرابعة من التصعيد تضمنت خطوات لم يشهد لها مثيل، وأبرزها توسيع رقعة العمليات البحرية إلى البحر المتوسط وإغراق سفن في البحر العربي والمحيط الهندي، إضافة إلى دخول أسلحة جديدة منها الزورق المسير طوفان المدمر وصاروخ حاضم 2 البالستي المضاد للسفن. وتأخر الرد اليمني على العدوان الإسرائيلي يعكس استراتيجية يمنية لتحقيق عمليات خاطفة في ظل استنفار الاحتلال وحلفائه للتصدي لأي هجوم مرتقب منذ الأسبوع الماضي. أشكركم على حسن متابعتي والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.